ألف مع سحر عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مستمعينا الكرام على إذاعتكم موجتكم السعودية ألف ألف أف أم في حلقة جديدة من برنامجكم طبابة ألف اللي طلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ظهرا. راح أكون أنا معكم في سحر عبد الله. اليوم راح نتكلم عن تخصص طب وعيون الأطفال والفرق بينه وبين باقي التخصصات، وراح نتعرف كمان إنه راح نعرف كمان إنه هل الحول يختفي مع تقدم السن أم لا. راح يكون ضيفنا لليوم الدكتور أحمد وجدي، رئيس قسم طب وعيون الأطفال بمستشفى مغربي، وكمان الساعة هذه بس أذكركم أنها برعاية مستشفيات ومراكز المغربي للطب وجراحة العيون. خليني أذكركم اللي حاب يتواصل معنا في هذه الساعة ويوجه أي أسئلة للدكتور يقدر يتواصل معنا عن طريق رسالة النصية STC 84 7700، بالنسبة للموبايل 640 660، وبالنسبة لزين 7462 62. تقدرون كمان تتواصلون معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي على ALIF ALIF FM وعلى @SaharAbdallah7R_AB. رح نطلع فاصل إعلاني قصير وراجعي لكم بعد شوي، لا تروحون بعيد. مع سحر عبد الله. من جديد معاكم في طبابة ألف على إذاعتكم وموجتكم السعودية ألف ألف أف أم. بالنسبة لموضوع حلقتنا لليوم رح نطب عيون الأطفال والفرق بينه وبين باقي التخصصات. نرحب بدكتورنا اليوم، راح يكون معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد وجدي، رئيس قسم طب عيون الأطفال بمستشفى مغربي. هلا وسهلا فيك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بيك المصحر. هلا وسهلا فيك دكتور أحمد. خلينا في البداية نتكلم عن تخصص طب وعيون الأطفال، يعني إيش الفرق بينه وبين عيون يعني البالغين أو الكبار في السن؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا الفرق كبير جدا من المصحر بين الأمراض في الكبار والأمراض في الصغار. يعني طول الكشف والتشخيص والعلاج كلها يعني اختلافات كبيرة جدا جدا بين الكشف على طفل صغير أو الكشف على يعني شخص بالغ أكبر سنا من سن الأطفال. اختلافات كبيرة جدا بالنسبة لنوع الأمراض نفسها ونوع التشخيص وطرق العلاجات كمان تختلف كبير جدا جدا. يعني في اختلافات طبعا في طرق الفحص، لكن هل يوجد يعني تجهيزات كمان خاصة بعيادة طب عيون الأطفال في المستشفيات ومراكز المغربي؟ طبعا يا طبعا حضرتك بقى العالم كله حاليا بقى فيه حضرتك التخصص والتخصص الفرعي اللي هو بنسميه بالانجليش السب سبيشاليتي، والمغربي حاليا كان له السبق والريادة في إنشاء وتكوين أول وحدة متخصصة في عيون الأطفال والحول، وده كان من أكثر من 65 سنة في الشرق الأوسط. بالنسبة للتجهيزات طبعا التجهيزات عندنا الحمد لله على أعلى مستوى موجودة. طبعا أحب أضيف بس حاجة بسيطة، يعني التخصص حقيقة بالنسبة لعيون الأطفال والحول هو تخصص نادر وغير متوفر في معظم المستشفيات التي تقدم الخدمة بالنسبة للطب وجراحة العين. التجهيزات مرة تانية طبعا في عندنا أحدث الأجهزة والتقنيات في فحص عيون الأطفال والحول، وحاليا بالنسبة للمصحة بقى على مستوى العالم كله في تطور كبير جدا في الأجهزة الطبية للكشف والتشخيص، والمغرب دايما حريص حقيقة أنه يجيب أحدث الأجهزة عندنا في المستشفى. وفي الجانب الآخر طبعا حضرتك في عندنا طاقم طبي كامل شغل والشاغل فقط هو فحص عيون الأطفال بالضبط كده والحول. يا برضو أحب أضيف حاجة تانية حضرتك، يعني في عندنا في
عندنا وجود اخصائي بصريات متخصص فقط لفحص عيون الاطفال. وايضا عندنا في المستشفى طبعا في كل مراكز المغربي على مستوى الشرق الاوسط بيتم اجراء اكثر من 10,000 عمليه كل عام في وحده عيون الاطفال. طيب بالنسبة للحول عند الأطفال دكتور أحمد، يعني كثير من الأهالي أو كثير من الناس يعتقدوا أنه يختفي مع التقدم بالعمر، وبنلاحظ فعلا يعني في بعض الأطفال لما بيكونون صغار أو حديثي الولادة بيكون عندهم يعني حول بسيط، وفي بعض الأهالي يمكن ما يهتمون أنه يفحصوا على عيونهم، يقولك لا لسه صغير ما ركز يعني ما ثبتت الرؤية عنده فبيجاهلوا هذا الموضوع، هل يختفي دكتور؟ ما صحت هذا الاعتقاد؟ والله طبعا الإجابة لا، وإن كان بيكون في شيء بسيط جدا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بالنسبة للأطفال حديثي الولادة اللي هم ما قبل سن التركيز والمتابعة اللي بس بالإنجليش فيكس إن فولو اللي هو عمر من 4 إلى 6 أشهر. بعض الأحيان الطفل لسه ما عندوش القدرة إن هو بيشوف بالعينتين في آن واحد، فبالتالي ممكن عين تدخل لجوه أو تخرج بره، وهذا شيء طبيعي ما قبل عمر 6 أشهر. ولكن وهنا بحب أوجه رسالة مهمة جدا لجميع الأمهات والأهل الأعزاء، لو الطفل ستيل أو فاضل عنده أي نسبة بسيطة من الحول بعد عمر 6 أشهر لابد من الفحص السريع مع دكتور متخصص في عيون الأطفال والحمل. مهم جدا جدا جدا. طيب دكتور، بعد ما يعني ما نتكلم عن نسبة الحول عند الأطفال أو الأسباب كمان، في هل في أنواع مثلا نتكلم عنها يعني؟ طبعا صح، بالنسبة للحول طبعا يطبع معروف يعني طبعا من أكثر الأنواع شيوعا بشوفها في العيادة، تقريبا أكثر من 20% من المرضى كل يوم في العيادة بيعانوا من نوع من الحول، وأكثر الأنواع شيوعا هو الحول الداخلي أو اسمه الحول الأنسي، يعني العين بتتجه إلى الداخل في اتجاه الأنف. النوع الأقل شيوعا هو الحول الخارجي أو اسمه الحول الوحشي، وهو العين بتخرج للخارج في اتجاه الأذن. وفي الحول الرأسي، يعني العين بتكون طالعة لفوق أو نازل تحت. وماذا عن كسل العين بالنسبة للأطفال دكتور؟ هل كمان مؤشر للحول ولا ما له دخل في الحول؟ والله طبعا لابد من الكشف الطبي السريع مع طبيب متخصص في عيون الأطفال والحول، وإجراء الفحص الكامل والشامل مثل فحص النظر والشبكية والعصب البصري للتأكد من عدم وجود أي أمراض أخرى أكثر خطورة من كونه جسد أنه حاول فقط، مثل المياه البيضاء. بعض الأحيان الطفل مثلا بيكون عنده مياه بيضاء في عين واحدة وأغلب تركيزه بيكون منصب على العين الثانية، فبالتالي بعد فترة الأهل مش عارفين خالص، بعد فترة هذه العين اللي هي مصابة بالمياه البيضاء بيحصل فيها حول إما داخلي أو إما خارجي. وأيضا من الأشياء الخطيرة جدا يعني بعد الشر عن كل أولادنا أورام العين الداخلية مثل أورام الشبكية، ممكن لو أهملت ولم تشخص في الوقت المناسب بتؤدي إلى كسل وبتؤدي إلى حول. فهناك علاقة وشيكة ووثيقة جدا ما بين إهمال الحول وحدوث الكسل في العين طبعا. طيب دكتور، إيش يعني إيش ممكن ننصح الأهل لما يلاحظون وجود نسبة حول عند أطفالهم؟ لأن في ناس بنلاحظ أنه بنفسهم في البيت مثلا بيغطون عين واحدة أو يعني ما بيلجأوا للطبيب، فهذا هل هذا الشيء صحيح أو عند ملاحظة أي حول على طول لازم يتوجهوا إلى فحص طبي؟ طبعا خاطئ خالص، أنا مصحة لازم يفحصوا الطفل، يعني مهم جدا مع الدكتور يكون متخصص في عيون الأطفال، مش أي دكتور عيون وخلاص، لازم يكون دكتور شغله فقط يعني استشاري في عيون الأطفال والحول، وهذا شيء مهم جدا عشان الفحص الكامل للعين. يعني طبعا زي ما سبق الذكر في السابق فحص العصب والشبكية والتأكد من خلو العين من أي مشاكل، وأهم حاجة من ده كله فحص نظر الطفل، لأن أكثر من 80% من الأطفال اللي هم بيعانوا من الحول وبالأخص الحول الأنسي بيكون ده ناتج من طول نظر الطفل، عنده طول نظر، فبالتالي أول ما الطفل بيحط النظارة الطبية الحول بيتظبط وبيكون عينيه مظبوطة 100%. وهذا النوع من الأطفال لا يحتاج لإجراء عملية جراحية، فقط بيرتدي النظارة الطبية فترة معينة من عمره وبعدين خلاص، وبعدين ممكن يختفي الحول اللي هو يعني حتى هو لابس نظارة طبية
برضه ستيل في عنده شيء من الحول، او جايز يكون الطفل اصلا من الاساس ما فيش عنده ضعف نظر وهذا النوع من الحول لابد له من اجراء عمليه جراحيه لانقاذ وظيفه العين. وهنا احب اقول يعني عمل شيء مهم جدا من التنبيه، من التاخر في هذه العمليات بيؤدي الى الكسر الشديد في العين، وبعد كده بيكون فقط العمليه للشكل فقط للاسف وليس لانقاذ وظيفه العين ولا حتى النظر. اكيد بالضبط. اكيد دكتور احمد راح نرجع نكمل حلقتنا لليوم وراح نعرف ايش مدى تاثير او اهمال علاج الحول عند الاطفال، وهل يؤثر ذلك على نظر الطفل مستقبلا او لا. طبابة آلف مع سحر عبد الله. مستمرين معاكم مستمعينا الكرام على إذاعتكم وموجتكم السعودية ألف ألف أف أم في طبابة ألف، وجالسين نتكلم اليوم عن الحول عند الأطفال. ضيفنا لليوم الدكتور أحمد وجدي، رئيس قسم طب عيون الأطفال بمستشفى مغربي بالرياض. وذكركم مستمعينا تقدرون تتواصلون معنا عن طريق رسائل النصية STC 847700 موبايلي 640-660 وزين 7462-62. تقدرون كمان تتواصلوا معنا عن طريق حسابنا على تويتر ALIF ALIF FM. دكتور أحمد، وقفنا عند الفاصل عند إيش تنصح الأهل، تكلمنا عن كيف تنصح الأهل طبعا بوجود نسبة حول عند أطفالهم ويلجؤون إلى الفحص أكيد، لكن هل يؤثر إهمال علاج الحول أو تأخر التعامل معه على نظر على النظر بالتحديد نظر الطفل مستقبلا؟ طبعا مصحر. يعني طبعا بالنسبه للحول، يعني اي طفل عنده حول طبعا يمثل يعني بسمكه بالعاميه البعبع، يعني بالنسبه لطب وجراحه العين طبيب العيون ان هو يجيله كسر العين. يعني ايه كسر العين؟ يعني شيء سريع كده ان الطفل بيفقد القدره على الرؤيه الكامله اللي هي 6/6، حتى اذا كان لابس النظاره الطبيه، ده اسمه كسل العين. يعني طبعا هذا شيء وظيفي بيحصل من إهمال الكسل لفترة طويلة جدا. إذا الطفل عدى عمر 7-8 سنوات للأسف الشديد بيكون الكسل إيرفيرسبل أو لا رجعة فيه، بيكون خلاص النظر ثبت على كده متقدم، المخ بدأ يهمل الصورة اللي جاية من هذه العين، بيصب كل تركيزه على العين الأقوى والعين المقابلة. يعني دكتور أحمد، لما بنشوف أطفال لابسين نظارة وفي السن اللي حضرتك ذكرته 7-8 سنوات يكونوا لابسين نظارة لكن لسه في حول، فهذا لازم يلجأ إلى عملية جراحية أو ممكن في طرق أخرى للتعديل الشكل بس؟ أول حاجة طبعا لازم نتأكد تماما أن هذا المقاس معمول بطبيب متخصص في طب العيون وليس أي طبيب عيون، يعني طبيب متخصص في عيون أطفال والحول، عشان التأكد من أن هذه النظارة تكون ملائمة بالنسبة له. اثنين، لو هذه النظارة غير كافية لتعديل الحول يبقى الحل الآمن يعني ولازم جدا اجراء عمليه لتعديل وضع الحول عند هذا الطفل. الشيء الثاني بالنسبه يعني اهمال الحول اللي هو يعني سي قعد فتره طويله خالص بيؤدي لاي مره ثانيه، ايضا الطفل بيفقد القدره على الرؤيه السليمه الكامله وعدم القدره على استخدام كلتا العينين معا، وايضا الرؤيه ثلاثيه الابعاد، وهذا شيء مهم جدا للتحصيل الدراسي والحياه العامه. أحب هنا أضيف بس حاجة بسيطة، أنه مسحر الحول لو أهمل بيؤدي إلى كسل العين، والكسل في ذات نفسه يعني إذا كان ناتج من شيء مثلا من مياه بيضاء انفصال شبكي كده بيؤدي إلى حول، فكلتهما بيؤدي إلى الآخر. يعني الحول بيؤدي إلى كسل إذا أهمل، والكسل ذاته بعد فترة بيؤدي إلى حدوث حول في العين، فهم اثنين بيمثلوا حلقة مفرغة من المرض نفسه. طيب دكتور أحمد، بنلاحظ كثير أطفال لما يعني جلوسهم قدام التلفزيون أو الآيباد والأمور هذه كلها يحبون يقربون كثير من التلفزيون، وبنلاحظ وبنسمع كثير شكاوي من الأهل، بس هل هذه علامة تحذيرية لوجود مشكلة بالنظر؟ أو بتعرف الأطفال أحيانا يحبون يجلسون قريب من التلفزيون مش شرط يعني. تمام.
احتمال طبعا دي تكون عالية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان هو الطفل بيحب يقرب طبعا الوانه والتلفزيون والقصص دي كلها تمام، ولكن لابد من ان الام بتراجع دكتور العيون المتخصص في التعليم الاطفال ويحاول عشان يتاكد تماما ان ابنها خالي من اي نوع من ضعف النظر. واشار طبعا بالنسبه يا طبعا القرب من التلفزيون اللي هو انحراف العين او اسمه بالانجلش الاستجماتيزم واستبعاد وجود قصر نظر. هذا الشيء مهم جدا جدا، الطفل اللي عنده قصر نظر ما بيقدرش يشوف غير لازم بيقرب اكتر من حاجة عشان الصورة تكون واضحة بالنسبة له. خلينا نذكر دكتور احمد بس المستمعين يقدرون يتواصلون معانا عن طريق الرسائل النصية STC 84-770 موبايلي 640-660 وزين 7462 62. دكتور أحمد، في بعض الأطفال كمان يعني الكبار شوية في السن، يعني مش اللي تحت الخمس سنوات لا فوق، بنلاحظ كثير بيقفل يعني عين اليمنى أو اليسرى ويميل كمان راسه عند نظر الأشياء البعيدة بالذات، يعني هل هذه لها علاقة أو مشكلة في العين؟ اكيد طبعا بيكون ليه حضرتك بالنسبه ان الشخص يعني طبعا او الطفل بيقفل احدى العينين ديت احتمال كبير جدا تكون علامه على وجود نوع من الحول الخارجي اللي احنا بنسميه طب العيون اسمه حول خارجي متقطع. الطفل اول ما بيخرج في ضوء الشمس فبالتالي الحول بيظهر عنده، فبالتالي الشخص هذا او الطفل بيشوف صوره اثنين، فعشان الطفل ما يشوفش صوره اثنين بيضطر غصب عنه ان هو بيغلط احدى عينيه عشان الصوره تكون صوره واحده فقط. فهذا شيء مهم جدا، وديت يعني ديت من الارمنج ساينز او يعني العلامات لازم الام انها تيجي تكشف مع دكتور لتاكد من خروج هذا الطفل من هذا النوع من الحول. طب بالنسبه للشكوى الثانيه اللي تفضلتي قلتيها ان هو الطفل بيميل راسه، يعني طبعا يعني هنا يعني في وراها حاجتين، يا اما يكون حاجه بسيطه احتمال يكون نوع من شيء من ضعف النظر عباره عن الاستجماتيزم مثلا او نوع من يعني كده، او الشيء الاخطر ان هو جايز يكون في لا قدر الله ضعف في احدى اعصاب العين وبالاخص العصب رقم 4. فبالتالي يعني احنا مثلا اكزامبل او مثل لو الطفل عنده مشكله في العصب الرابع في العين اليمنى بيضطر الطفل هو بيميل راسه ناحيه الكتف الاخر او الكتف المقابل والكتف الايسر عشان يشوف الصوره واحده عشان يشوف الصوره واضحه. وبعدين للاسف اغلب الاهل بيتجهوا الى يعني الفيزيوثيرابي او العلاج الطبيعي، بيفتكروا ان كل المشكله في الرقبه وليس في العين، وفي حين ان هي المشكله بس في العين عندها شيء من الضعف الخلقي في العصب رقم 4 وبيحتاج لعملية إرخاء بسيطة جدا للعضلة المائلة السفلية، والطفل إن شاء الله بيكون وضعه ممتاز بعد كده. طيب دكتور، يعني زي ما حضرتك ذكرت إنه كثير الأهالي بيعتقدون إنها مشكلة في الرقبة، لأنه فعلا مشاكل العيون بالنسبة للأطفال كثيرة وتعددت وأعراضها ما هي واضحة للأهل، فهذا يصعب عليهم يعني. فبرأيك الفحص الدوري السليم على العين كيف بيكون او قد ايش عشان بس الاهل يتاكدون ان المشكله في العين وليست في مشكله في اي شيء ثاني؟ اوكي، بالنسبه للفحص الدوري حنقسمه ناحيتين. طبعا اول ناحيه لو الطفل اوكي يعني فاين او يعني الام مش ملاحظه عليه اي شيء سلبي كده، يبقى اول حاجه طبعا بنعمل فحص الولاده وعمر 6 أشهر وعمر سنه ونص وعمر 4 سنوات للتاكد من خلو العين من اي مشاكل. والجزء الاهم وهو يعني هذا شيء مهم جدا وبحب اوجهه لكل الاهل ولكل الامهات بوجه الخصوص، لو الام ليها اي كومنت او اي ملاحظه على الطفل حول داخلي حول خارجي بيقفل عين، عين اكبر من عين، في نوع من الابيضاض داخل حدقه العين، جحوظ باحدى العينين، بيقفل عينه في الضوء، اي حاجه من دول لو الام شافتها على ابنها وهو في اي سن، اكررها تاني لم سحر في اي سن حتى لو كان عمره ايام، يجي تكشف على الطفل تتاكد من خلوه من اي مشاكل شديده داخل العين. طيب دكتور احمد، هل في لان حتى في تغريده جاتنا بيقول انه هل هو يتعالج اساسا الحول نهائي يعني، وكم يستغرق مده العلاج؟ والله طبعا مدام سحر
الديبنز او يعني حسب نوع الحول. طبعا زي ما سبق في الذكر قلنا بالنسبه للحول الداخلي في نوع منه اسمه الحول الانسي التكيفي، وهذا نوع من الحول علاقه فقط نظاره طبيه. في نوع من الحول لا، يعني الطفل حتى في حول حتى في اثناء لبس النظاره، وهنا محتاجين عمليه. بالنسبه للنظاره الطبيه الطفل يعني سواء عمل عمليه او بعد العمليه غالبا ما بيحتاج ان هو بيكمل عليه فتره من عمره. واغلب الاطفال هنقول مثلا اكثر من 70-80% اللي عندهم طول نظر متوسط ممكن جدا بيستغنوا عنها من عمر من 10-12 سنه، يعني ان شاء الله بيكون استغنوا عنها، ولكن ساعتها بيكون ما فيش حول على الاطلاق. فقط بيكون مشكله في ضعف النظر، اغلبها بيكون طول نظر طبعا. لكن ممكن انه يتعدل كشكل بالذات الخارج، يمكن كثير يهمهم الشكل عين الطفل انه بحيث انه ما يكون في حول بنسبه كبيره. دكتور احمد، يعني في عمليات تجرى بتصحيح حتى لو كان لسه في قصر نظر او ضعف نظر، لكن في عمليات تعدل ان شاء الله وضعه بيكون 100% بعد العمليه، بيكون اموره ممتازه جدا. ممتاز. طيب دكتور احمد، حنطلع فاصل اعلاني قصير، واكيد ونذكر المستمعين كمان اللي حاب يتواصل معنا مباشره بالاتصال على 012-61-61-100 ومن الرياض 011-217-85-85. بابا تقالف مع سحر عبد الله. مستمرين معاكم ومستمعينا الكرام على إذاعتكم وموجتكم السعودية ألف ألف أف أم. كنا جالسين نتكلم اليوم عن الحول عند الأطفال مع ضيفنا الدكتور أحمد وجدي، رئيس قسم طب عيون الأطفال بمستشفى مغربي بالرياض. أذكركم مستمعينا تقدرون تتواصلون معنا بالاتصال علينا مباشرة على 012-61-61-100 و 011-217-85-85. دكتور أحمد، راح ناخذ أول اتصال لليوم. نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا أخوي؟ أختي معك أبو نواف من الرياض. هلا وسهلا فيك دكتور أحمد. عن حول الأطفال، لأن عندي بنتي عمرها 4 سنوات. جاء حول فجأة، اللي هو التباعد، يعني مش يسمونه حول وحشي. عند الأطفال أنا هو جاء فجأة وحب استفسر. أنا رحت لكذا دكتور، قالت خليها على وضعها الطبيعي على ما هي. الآن صار لها 4 شهور، الوضع زي ما هو، ما تغير شيء. إذا ركزت على شيء معين تشوف العين اليمين مثلا تروح على الجهة اليمين والعين اليسار لليسار إذا صار بعيد، أما إذا صار قريب لا تشوفه طبيعي. دكتور أحمد، ممكن إنه يجي فجأة الحول؟ يعني تكلمنا إنه يجي في سن مبكر قبل ال4 سنين. والله أخي بنواف حاليا يعني طبعا بالنسبة للحول الوحشي غالبا بيبتدي بتدريج واحدة واحدة، يعني شوية يكون باين حاجة بسيطة وبعدين الزاوية شوية شوية بتزيد، ولكن يعني بعض الأحيان يعني فعلا الحول الوحشي بيظهر فجأة. لكن طبعا لازم أنصحك، لازم يعني نشرح حق حشرات في المستشفى إن شاء الله نفحص عليها. يا طبعا بنشوف زاوية العين أخبارها إيه، وأفحص النظر الأول وطبعا العصب والشبكية، ونشوف مدى الاحتياج لإجراء عملية تعديل لوضع العضلات الخارجية للعين. يعني هو بيجي بالتدريج، بس بيكون غير يعني ما بيلاحظوا الأهل دكتور أحمد؟ بيكون على خفيف مش باين يعني أبدا، بس في الأول بيظهر عند الطفل مثلا وقت المجهود الشديد، لو الطفل تعبان، لو الطفل نرفز، لو الطفل متضايق، لو الطفل مثلا فترة مثلا قاعد سهران فترة طويلة مثلا ما نامش كويس، بيكون باين عليه جدا. بعد فترة الزاوية بتزيد، والفترات اللي الحول بيكون باين فيها يعني أيضا بتزداد. طيب شكرا لاتصالك أخوي. خلينا ناخذ اتصال ثاني كمان. دكتور أحمد. ألو. هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟ أيمن معك. أول شيء الله يشفي جميع المسلمين إن شاء الله. آمين يا رب. يغفر لهم ان شاء الله. امين. تفضل. انا ما عندي سؤال، بس امس انا اتصلت عليك يا اختي وسالت وتقفلتي، ما سمعت الاجابه، بس بعرف كيف اسمع الحلقه حقت نفس السنه. طيب اخوي ايمن، اي حلقه من برنامج طبابه الف واغلب كمان برامج اللي تجي على الف الف اف ام تقدر تسمعها على اليوتيوب www.youtube/الف الف اف ام، بس تكتب عنوان الحلقه اللي فاتتك
أو التاريخ، تكتب العنوان أو التاريخ، أو إذا فاكر اسم الدكتور ممكن كمان تكتب اسم الدكتور، وراح تلاقي كل الحلقات اللي فاتتك. شكرا لاتصالك أخوي. ناخذ اتصال ثاني كمان، نقول ألو. أخوي بس اللي جالس يسمعنا يسمعنا عن طريق التليفون رجاءا، لأنه البث متأخر. ألو ألو. طيب عموما اللي حاب يتواصل معنا أكيد يتصل علينا على طول على 012-61-61-100-01-217-85-85. طيب ناخذ اتصال كمان، نقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. من معانا أخوي؟ والله نشك. معك ماهر. أهلا وسهلا فيك يا ماهر، هلا وسهلا، تفضل. أنا عندي سؤال للدكتور لو سمحتي بخصوص الحوال. أول شيء بشكركم على البرنامج الأكثر من رائع هذا. تسلم لنا أخوي. في بالنسبة للحوال، عندي طفل عنده حوال أنثوي وجاله في سن 5 سنوات، وبعدين نصحوني الدكاترة بالنظارة الطبية، بس شايف ان النظارة الطبية مش جايبة اي نتيجة، والحين صار عمره حوالي 10 سنين ومش عارف اعمل ايه. وسأل طيب ممكن نعمل له عملية، يقولك لا بعد كمان كم سنة مش دلوقتي. فايه الحل يعني، يا ريت في اجابة من الدكتور. والله اخي ماهر، انت حاجة تقول انه عنده حوال انسي من عمر 5 سنوات وعنده يعني لابس نظارة طبية ونظارة مش قادرة تتحكم في الحول، فمهم جدا جدا التأكد من هذا المقاس. لو المقاس نظارة سليم يبقى لابد من إجراء عملية جراحية عاجلة لتعديل حول بتاع ابن حضرتك، هذا شيء مهم جدا يا فندم. يعني العملية مفروض عملية؟ طبعا طبعا. انتظار بالنسبة للعملية تبع جراحة، يعني عملية جراحية ولا ليزر؟ نعم جراحية. بالنسبة للعملية داخلية بتاعت العين. ايوه هذا شيء مهم جدا، ونفسي ما شاء الله بيرجع البيت، يعني ان شاء الله فيش نفسه مستشفى، يعني ممكن تاخد اقل من نص ساعة ان شاء الله ونفسه يروح البيت ان شاء الله. اشكر حضرتك جدا، شكرا لاتصالك اخوي. دكتور احمد، اذا يعني اذا ما تعالج الحول قبل سن السابعة، فهل يعني هل يصبح ضعف الرؤية دائم خلاص، يعني ما يتعدل، او يعني تصبح، طبعا احنا تكلمنا اكيد قلنا اذا ما تعالج سن مبكر تكون مشكله، لكن ضعف الرؤيه هل يصبح دائم اذا ما تعالج قبل سن 7 سنوات؟ والله مع الاطفال لو في عنده شيء من شيء من الحول المهمل، وكمان عنده شيء مثلا من طول النظر المهمل، وطول هذه الفتره خالص ولا عمل اي عمليات ولا يعني لبس اي نظاره طبيه، غالبا ده بيكون دائم، غالبا ده بيكون دائم. إنما الطفل سي مثلا إذا كان عنده شيء من الحول ويعني سي ما عملش أي عمليات بس كان لابس النظارة الطبية، يبقى ده غالبا بيكون عنده في كسل، ولكن يعني شوفه أفضل كتير جدا من الطفل السابق اللي هو أهمل كلتاهما النظارة والعملية. دكتور في جتنا رسالة نصية بس الأخ ما ذكر اسمه، لكن بيقول إنه بيسأل عن خطورة ونجاح العملية، لأنه بيقول عنده ولد عمره 4 سنوات وعنده حول من ولادته، فأتوقع أنه قلقان وبيسأل هل هي ضرورية أو ممكن يأجلها، يقول هل في خطورة في تأجيل العملية وإيش نجاحها ومدى خطورتها. والله يعني طبعا ثانية يا برضو بنعيك مرة ثانية أنا مصحر، يعني لو هذا الطفل سليم من ناحية النظر ما عندوش أي شيء من ضعف النظر وكل أموره الحمد لله سليمة، العصب والشبكية، يبقى لازم إجراء عملية تعديل الحول لهذا الولد. ويعني هذا شيء بسيط قوي، العملية بتتم خلال فتحة صغيرة جدا في الغشاء الخارجي طبعا العين بدون فتح العين خالص، يعني يعني كل عملية الحول بتتم من خارج العين وليس داخل العين، طبعا زي الماء البيضاء أو ماء الزفار، هذه فقط فتح بسيط في الغشاء الخارجي في العين، بس الكورة نفسها لم تفتح، في هذه عملية خارجية مفيش فيها أي خطورة على النظر وأشوف مستقبلا، بتتم في خلال أقل من نصف ساعة وإن شاء الله الطفل بيرجع البيت في نفس اليوم، عملية يوم واحد. يعني جدا بسيطة، أكيد الأهالي يقلقون في إجراء أي عملية للأطفال في سن مبكر من كذا، أكيد بيسألوا عن تأجيل العملية. رح نطلع فاصل إعلاني قصير وأكيد راجعين نكمل حلقتنا لليوم، جالسين نتكلم عن الحول عند الأطفال مع الدكتور أحمد وجدي رئيس قسم طب عيون الأطفال بمستشفى مغربي. اللي حاب يتواصل معانا أكيد يقدر يتصل علينا على 012-61-61-100-01-217-85-85.
بابة ألف مع سحر عبد الله. مكملين معاكم حلقتنا لليوم وجالسين نتكلم عن الحول عند الأطفال. دكتور أحمد، قبل أن أخذ اتصال بس، في كثير من الناس أو بعض الناس تعتقد أن رقعة العين أو تغطية العين عند الطفل تستخدم بس لعلاج مظهر الحول، هل هذا صحيح ولا هي يعني هي بتحسن الرؤية أو أنها بتصحح مظهر الحول؟ بتستخدم لإيش بالضبط؟ ولا طبعا، لا طبعا، يعني هذا خطأ تماما. يعني الاستخدام الرئيسي لتغطية إحدى العينين عشان نعمل تنشيط الكسل اللي في العين الثانية وليس لتعديل الحول، يعني فقط عشان يخلي المخ والعين بيركزوا أكثر على هذه العين الكسولة، وبالتالي شوف فيها إن شاء الله بتحسن تدريجيا وليس لعلاج الحول. يعني هذا عشان يستخدم العين اللي فيها الكسل بحيث انه يتعدل، يعني مش ما بتصحح ابدا المظهر، علاج كسل العين. اذكركم اللي حاب يتواصل معانا على 012-61-61-100 و011-217-85-85. في كمان رسالة دكتور بيقول انه لو كان في عين واحدة بس يوجد فيها حول، ايش يسوي الشخص في هذه الحالة؟ في العادة بيكون في عين واحدة دكتور، صحيح؟ ما بيكون اساسا في العينتين. والله بعض الاحيان بيكون في عين واحدة، بعض الاحيان بيكون في العينتين، ولكن اذا كان في العينتين هذا شيء افضل، ولكن اذا كان في عين واحدة ده دلالة ان هذه العين فيها كسل شوية، ولكن اذا كان حول مرة يبدل مرة اليمين مرة الشمال، يبقى ده معناه ان غالبا الشوف او النظر متقارب في كلتا العينين. ولكن اذا كانت العين يعني مثلا فور اكزامبل او مثلا العين اليمنى دايما هي اللي فيها حول وطول وقته بيركز بعين الشمال، يبقى غالبا عنده حول في هذه العين. طيب خلينا ناخذ اتصال دكتور احمد، نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هلا وسهلا. معك طه عبد الله. هلا طاهر. نعم، طاها ولا طاهر؟ عفوا ما سمعت. طاها. هلا وسهلا فيك، تفضل امر اخوي. بس حابه اسال الدكتور بس شويه اسئله استفسر بس. تفضل اخوي انت على الهواء. دكتور، يعني انا اعرف انه موضوع الحلقه عن الاطفال وكذا، بس يعني لو في امكانيه انه انا عندي الام في عيني وكذا دائما تجيني، ف حابه يعني اعرف. ألم داخل عيني يا استاذ حضرتك ولا حوالين؟ ألم جامد في العينين. داخل العين يعني، لكن حاجه بتضغط. أيوة على أيوة. عينك. نعم، لكن حاجه ضغط على العين. ايوه، يعني يعني كانه العين فيها شيء، يعني ألم جامد في العين نفسها. تمام. يعني كل فتره كذا يجي ويروح، يعني يجي يقعد 10 دقائق زي كذا ويروح. انت حاجه عمرك كم سنه يا استاذ؟ انا عمري 27 سنه. في سكر او ضغط عندك؟ لا الحمد لله. أنصحك طبعا يعني بالكشف السريع، ولازم عشان قياس ضغط العين، عشان هذا شيء مهم جدا بالنسبة لك عشان استبعاد وجود أي ازدياد لا قدر الله في ضغط العين. احتمال أن عمل لك هذا صداع. عند الدكتور قال لي ما عندك شيء، قال لي عندك جفاف. الجفاف ما عملش ألم، بيعمل حاجة زي أنا كلمته قلت له قال لي عين وكده، بس ما عملش احمرار. صحيح دكتور، والجمدة الحاج بيشتكي منها دي، احتمال يكون مثلا عندك نوع من ضعف النظر أو كده. يعني رفعت العين بتاعك سليم، قالك كله كويس، العصب والشبكية والنظر، انصحك ان تمشي مع دكتور الانف والاذن، يجوز عندك اي التهابات او حاجه في الجيوب الانفيه، احتمال بتعمل لك الم وصدع جنب العين احتمال. انا عموما عندي العين اليمين الرؤيه فيها ضعف اليسار. تمام. يعني عين كسوره من زمان. يعني مثلا لو يعني قطعت على العين اليسار وبشوف شيء مثلا كتابه بعيده او حاجه ما اقدر اشوفها، يعني احس زي الزغرله زي كذا، بس باليسار اشوفها. عندك ضعف نظر في العينتين او حاجه؟ اخذت نظاره قبل كده؟ لا ما البس نظاره. تمام.
يعني هو كسل عندك في العين واضح انه بقاله فتره طويله عند حضرتك. احنا بنقول عندك نسبه بسيطه خالص من ضعف النظر، يعني هي اللي عامله لك هذا النوع من الضغط حوالين العين. يعني الحمد لله ما دام الضغط كويس والعصب والشبكيه كويسه، اكشف مع دكتور أفوز والحنجره جايز يكون في التهاب عند حاجه في الجيوب الانفيه، هي اللي عامله لك هذا الشيء. تمام، شكرا لاتصالك اخوي. ناخذ اتصال ثاني نقول الو. الو الو. طيب اتصال نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، تفضل اخوي. من معانا؟ كيف حالك وش اخبارك؟ بخير الحمد لله، عرفنا بنفسك بس. معك سلطان عامر من جده. اهلا وسهلا فيك سلطان، تفضل. على سحور، ايش اخباركم؟ بخير الحمد لله، تفضل اخوي. اللهم لك الحمد. تفضل اخوي سلطان، في سؤال؟ لا لا قولي لي بس، لان انا يعني الصوت كان بعيد بس. طيب في اي سؤال؟ جالسين نتكلم عن الحول عند الاطفال، عندك حاب تسال اي سؤال للدكتور؟ اللي هو تشتت الانتباه. الحول سلطان. الهوس؟ الحول الحول. الحول، ايوه ايوه ايوه. كيف حالك يا دكتور؟ اهلا بيك سلطان، اهلا بيك. الله يديك العافيه ويطول عمرك ان شاء الله، مشرف مشرفنا بصراحه. الله يبارك الله يبارك فيك، دايما ذوقك واخلاقك يا استاذ سلطان، الله يبارك فيك. طيب اخوي سلطان تفضل، امر عندك اي سؤال؟ ايوه ايوه والله العظيم يا اختي سحر، عندي اثنين من اخواني، وواحد يا دكتور عمره حق ال 14 سنه والثاني 12 سنه. ايوه. فالحول موجود في عينهم وفوق هذا كله، يعني لما الواحد فيهم يزعل ولا نخاصمهم ولا نمد ايدنا فيهم يخبطوا راسهم في الارض، يا في الارض يا في الجدار. ايوه. هل هذا يعني مؤثر مستقبلا ولا لما يكبر والحول بيروح؟ والله هم اصلا كبار دلوقتي 12 و14 بذول عندهم الحول، بقالهم من امتى يا سلطان؟ طيب سلطان للاسف انقطع الخط. يعني دكتور احنا تكلمنا انه اكيد تحت السبع سنين، لكن اكبر من كذا يعني لسه صغيرين، هو بيكون متاخر صحيح كده، كبار كان المفروض نعمل عمليه من فتره يعني. اكيد. طيب دكتور بالنسبه للحقن البوتوكس، ايوه، هل تعالج يعني بعض حالات الحول وهي مناسبه للاطفال؟ والله بالنسبه للبوتوكس يعني انا بالنسبه لي بحب افضل اخليها لبعض حالات الحول الشللي، اللي هو بيكون مثلا ضعف مثلا في احدى الاعصاب بالنسبه للعين، وعشان هي التاثير بتاعها بيكون فقط شيء مؤقت من شهر ونص الى اقصى شيء 3 اشهر، لحد لما العصب بتاع العين يعني بيستعيد عافيته مره اخرى. اما البوتوكس بالنسبه للاطفال يعني بعض الاحيان بيجي نتائج كويسه، او بعض الاحيان بنحقن مثلا الطفل اكثر من مره وبرضه في الاخر بيحتاج عمليه جراحيه، فانا حقيقه بالنسبه لي في الاطفال انا لا احبذ البوتوكس. ما يناسب يعني سن معين مثلا زي ما قلنا تحت 7 سنوات؟ لا، الحول هذا الشللي في الكبار. اكبر من كذا سنا. طب عشان ساعتها بيكون عنده شيء من الازدواجيه في النظر، البوتوكس ساعتها بتفيده جدا انه بتخليه يشوف يعني فقط شخص واحد بس بدون ما يشوف اي ازدواجيه في النظر. طيب اكثر استخدامي ليه فقط في الكبار وكمان في حالات الحول الشللي. طيب دكتور بالنسبه للاطفال اللي عندهم يعني الاخطاء الانكسار، يعني على سبيل المثال طول او قصر او طول او قصر في النظر، هذا كمان ممكن يؤدي او سبب للاحولال العين، يعني سبب للحول؟ اكيد طبعا مسحر. طبعا طول النظر يعني طبعا يعني احنا نقول اكتر من 80% من الاطفال اللي هم يعني كل يوم بيقولوا في العياده اللي هم بيعانوا من حول انسي او حول داخلي، اللي هو بنسميه الداخلي، اللي هي العين بتميل في اتجاه الانف، 80% منهم عندهم طول نظر، فبالتالي طول النظر هو المسؤول الاول عن هذا الحول الانسي. طبعا ساعتها طول النظر هذا بيكون موجود في العينتين، اما اذا كان في طول نظر او شيء من قصر النظر فقط في عين واحدة بس والعين الثانية بتكون سليمة جدا، فهنا هذا الطفل معرض لحدوث حاجتين، حول وفي نفس الوقت كسل في هذه العين الأكثر ضعفا. طيب خلينا دكتور أحمد ناخذ كمان اتصال، لسه باقي معانا شوية وقت، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. سهر كيف حالك؟ خير الحمد لله، معانا أخوي. معك عبد الرحمن يا أخي. هلا وسهلا فيك، تفضل آمن. دكتور كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله عبد الرحمن، أهلا بيك، تفضل. الله يسعدك يا رب. يا دكتور أنا بس حابب أستفسر.
أنا من وأنا صغير يعني كنت دائما أجلس قدام التلفزيون، وفي نفس الوقت يعني كبرت على هذه العادة، كمبيوتر تلفزيون. أي في الفترة الأخيرة لما اشتغلت بناء على اللي درسته، يعني شغلي كله على الكمبيوتر. أيوة. فبجلس تقريبا بالثمانية ساعات بالعشر ساعات في اليوم قدام الجهاز. كنت أشتري النظارات اللي هي تحمي. أيوة. أول اللي يعني أول ما بدأت في العمل كنت أشتري اللي هي تحمي العين من الأشعة والأشعة هذه. بس بعد فترة ما أكذب عليك رحت كشفت، طلع إنه عندي زي ما يقولوا استجماتيزم في العين اليسار. تمام. فسويت نظارة وبدأت ألبسها. فالفترة دي بعد ما صرت ألبس النظارة صرت إذا فصختها ما بضايق. هل هذا الشيء طبيعي ولا؟ لو شفتها بيحصل إيش أستاذ الرحمن؟ لما بفصخ النظارة أقدر أشوف عادي، بس إنه في نفس الوقت في الليل ما أقدر أشوف. لكن شوفها طبعاً بيها أفضل وأحسن أكيد. هي بيها بقدر أشوف مرة كويس. بس في الليل بيقول ما بيشوف. طبيعي. أي في الليل بيكون. أما حضرتك أنت عندك نسبة بسيطة خالص من الأستجماتيزم. يعني أكثر فائدة حضرتك أثناء الرؤية الليلية وأثناء التركيز في القراءة. فبس يعني إن شاء الله هي حاجة بسيطة خالص مش أي مشكلة يعني. أنا اللي بسأل عنه إنه بدأت الأول كنت أشيل النظارة، يعني عيني ما بتأثر كثير والاستجماتيزم يعني ما بيكون مرة باين، بس الآن أشيل النظارة صار مرة بتفرق معاه، يعني إذا كنت بتفرج بعيني اليسار فقط ما بقدر أشوف فيه. والله طبعا ده حاجة طبيعية عشان العين خالة على الرؤية السليمة بالنظارة. يا طبعا واضح حاجة بالك فترة بتستخدم الوقت في السوء أثناء سواء بالليل وأثناء التركيز وأثناء شغلك المكتبي، فبالتالي يعني العين خالت على هذا التركيز، فبالتالي أول ما تشيلها خلاص يعني شوف بيغبش في العين دي. إذا ما ده حاجة طبعا ما فيش فيها مشكلة. أحسنح بأنه مثلا يعني في الفترة زي هلا أنه أنا أروح أسوي عملية ولا شيء، ولا أنه لا ليه بتأذى؟ والله ممكن تعمل عملية. طب ما فيش مشكلة خالص. يا طبعا هذا ممكن تساعدنا خالص عن لبس النظارة. يا طبعا في القريب وفي البعيد، بس غالبا يعني تضحك. عمرك كم سنة يا أستاذ عبد الرحمن؟ 27. يعني شاء الله الليزك بنزلك بيكون مفيد جدا إن شاء الله عشان تسيب خالص النظارة في القريب وفي البعيد إن شاء الله. فيش مشكلة. شكرا لاتصالك أخوي عبد الرحمن، يعطيك ألف عافية. دكتور أحمد، بالنسبة للعمليات اللي حضرتك ذكرتها قبل شوي الليزر لتصحيح النظر وكذا، تناسب الصغار؟ الليزر في الصغار يعني خط شائك لحد دلوقتي. يعني في بعض الناس بيعملوا ليزر في الصغار في بعض الحالات الحرجة جدا، يعني مثلا هنقول مثلا في طفل عنده عين فيها شيء من قصر النظر ناقص 11 والعين الثانية نورمال طبيعية 100% ليس فيها أي لون من ضعف النظر، وحنقول مثلا الطفل عمره من 7 إلى 8 سنوات. هنا أولا يعني أول حاجة لبس شيء من النظارة الطبية غير مناسب لي تماما، واثنين لبس العدسة اللاصقة في هذا السن شوية بيكون صعب. فهنا في بعض الدراسات أجازت إجراء الليزك ما قبل السن اللي هو المتعارف عليه عالميا انه سن 18 سنه في بعض هذه الحالات فقط، وليس يعني اي شيء تاني. تكون عين يعني فيها شيء من ضعف نظر الشديد والعين الاخرى اقرب ما تكون للعين الطبيعيه او العين النورمال، يعني هنا ممكن نعملها مجازا. يعني ممكن، بس انه يعني في طيب يعني نجاح لعمليات زي كذا، لانه دائما فعلا بنسمع انه في خطوره كثير لتصحيح النظر بالليزر بالنسبه للي دون ال 18 سنة. يعني عشان كده دايما بنقول الليزك عمره من عمر ال 18 سنة، عشان هو يعني خلاص بيكون يعني خلاص يعني النظر ثبت على هذا وخلاص يعني ان شاء الله مش هيضعف بعد كده. فممكن المتابعات بعد كده مهمة جدا جدا، عشان كده بنقول احنا يعني اخر حاجة نفكر فيها بالنسبة للأطفال، اخر حاجة نفكر فيها هو اجراء الليزك. يعني مش بيعملوا غير لما نكون مجبرين ان الطفل فعلا يعني لا يركز بهذه العين إطلاقا. ممتاز. للأسف دكتور أحمد انتهت حلقتنا لليوم. شكرا كثير أن حضرتك أعطيتنا من وقتك، يعطيك ألف ألف عافية. عافيك. شكرا لسهر مستي جدا عليه. أعتبرتنا كل أطفالنا إن شاء الله بالشفاء إن شاء الله يا رب. آمين.
نتمنى الكل يكون استفاد من حلقتنا لليوم ونتمنى تكونوا كمان انبسطوا معانا زي ما احنا انبسطنا واستفدنا كمان من الدكتور أحمد وجدي رئيس قسم طب عيون الأطفال بمستشفى مغربي بالرياض. انتهت حلقة الأسبوع من برنامج طبابة ألف، لكن أكيد إن شاء الله راح ألتقي فيكم يوم الأحد في حلقة جديدة زي ما عودناكم مع طبيب جديد وموضوع كمان مختلف، لأن صحتكم جدا جدا تهمنا. أقول لكم فمان الله، كنت معاكم سحر عبد الله، فمان الله.